تتفضل يا عريس. خشي بقى واسمعيني. اسمعك ايه بقى وزباله ايه؟ انت بتهزر بقى؟ انا تعمل فيا كده؟ انا تتجوزني على مريم؟ وبعدين انت كنت فاكر ايه؟ كنت فاكر ان انا مش هعرف؟ هفضل قد ايه مش عارفه؟ ممكن تفهمني حاجه تانيه؟ هي اقنعتك ازاي؟ هو انت مش واخد بالك انها كبيره قوي عليك ومخلفه؟ عملت لك عمل؟ ما ترد عليا، اقنعتك ازاي؟ طالما قلتي اقنعتني يبقى انت فاهمه من جواكي اللي حصل. مريم استغلت تعاطفي معاه. مسكين يا حرام. انا عارف انك مش هتصدقيني، لكن والله هو ده اللي حصل. كانت بتصعب عليا، بشوفها قدامي ومش عارف اعمل ايه. كل ما كنت بسيبها كل ما كانت بتضعف قدامي، وكأنها بتحملني اي تدهور يحصل لها. وفضلت اغرس برجلي في حياتها من غير ما احس. امتى وازاي لقيتنا متجوزين ولقيت نفسي مسؤول عن حياتها بشكل مباشر؟ لا عرفت اسيبها ولا قدرت اقولك. والله هو ده اللي حصل. تعرف ليه ما عرفتش تسيبها ولا تقولي؟ عشان انت جبان. انت راجل ضعيف، ومفيش ست تحب راجل ضعيف. فريد خلي بالك من كلامك معاه، ما تستغليش اني مقدر مشاعرك وغضبك قوي كده. لا كتر خيرك، ايه البجاحه اللي انت فيها دي بعد كل اللي انت عملته؟ بقول لك ايه، بتعيط لي في الكلام وما ترهنيش على صبري عليكي وعلى طريقتك دي. عايزه تتكلمي بادب وتفهمي اللي حصل، ده حقك. لما تتعوجي وتسوقي فيها مش معايا يا ماما. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.